نظرتي حول الشباب في مدينة ودان، أعتقد أن الشباب هو قدوة المجتمع، لأن الخير كله في الشباب والشر كله في الشباب. هذه مثال عن الشباب، هو قدوة اليوم. وبالمناسبة أنا أعتقد أن الشباب في مدينة ودان شباب متميز، لأنه عنده يعدل ياسر من الأشياء، لأنهم أحظوا بكثير من التكوينات من أجل مدينتهم، وهم أحسن بالنسبة لي شباب في موريتانيا. أعتقد أن شباب ودان شباب متميز. أنا أعتقد أن مدينة ودان مدينة تاريخية، وعندها كثير من التاريخ المادي والتاريخ المعنوي، لأن عندها ثقافات هي التي تمكنها من الناحية الاقتصادية، وعندها أيضا تراث تحافظ عليه من أجل أن تكسب التراث المادي. تكسب ليس التراث المادي، تكسب قدرات من أجل حفظ هذا التراث الذي يوجد فيها. وأعتقد أن سكان مدينة ودان من الذين حافظوا كثيرا على تراثهم من أجل أن يحافظوا على تقاليدهم وجميع الأمور الثقافية، مثل الألعاب. ومدينتنا هذه القديمة التي هي مصدر اقتصادنا بالنسبة للسواح الذي يأتون الزوار من كل مكان من أجل هذه المدينة. وأعتقد أن أهل ودان مهتمين بهذا الأمر كثيرا، لأنها هي مصدر قوتهم، مدينتهم القديمة. هذا العمل قبضته أنا صغيرة، ورثته من والدتي، اشتغل وهي معلمتني الشغل، نخيط الحمد لله الأوراق، ونعدل قشة الرواحل، نعدل البد، نعدل شيشاي، نعدل البد، بس ما باقي شغلة صناعة ما نعدلها الحمد لله. ورثته من والدتي، إن شاء الله تشتغل شغالة الحمد لله تبارك الله. إذا كامل نعدله وضرك وليت لين عاد وفاولة فراولة وخيط ولا تأت الناس تعدلهم، ولينا على هذه الشغلة ملي عدنا نعدله عدلها الحمد لله. أنا نعيش لا شغلتي، لا شغلت الصناعة تقليديين، هي اللي نعيش أنا فيها، نعيش فيها هي اللي نعدل، وهي الراية مولي منهاش. ولكن سوف أرجع على مدينة ودان. مدينة ودان النساء فيها لا بأس، أعتقد أنهم شجاعات وقويات، ولكن يحتاج بعض الدعم من أجل تقوية صناعتهم، أو يكونوا، لأن التقدم بالنسبة لي، مشاركة المرأة في المجتمع
أعتقد أنها إذا كان هناك إذا كانت عندها قدرة اقتصادية تمكنها من 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 العمل في على يساعدها في العمل هو أن تقرأ وتتكون من أجل أن تنهض لما تريد هي، ولكن لا بد لها من تقوية. التقوية فعلا بالنسبة لي أنا عنها تقوية اقتصادية، لأن حرية اليوم حرية المرأة أو غير لازم أن تكون عندها قدرة مادية لكي تخرج من بعض الأزمات التي تكون معها حتى في الأسرة أو مع ممكن عنها تعود ذكية وتحب أن تعمل، ولكن ليس لديها قدرات يمكنها من العمل الذي تريد أن تقوم به.